لكم في معرض هذا، معرض دمع الطبيعة، وهذا في هذا المعرض الذي يسمى مهمة ملهمة 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 الفنان، ملهمة الفنان، هذه في موضوع اشتغلوا على موضوع الطبيعة الذي تحتاج إلى عناية وإلى محافظة، حيث نراها في حالة تدهور أحيانا، فالناس لا يحترمونها بتدخلاتهم بقطع الأشجار بصفة مبالغ فيها، وأحيانا يقطعون الوردة من البستان وعوض أن يشموها يرموها في الأرض، وكذلك استعملوا الألوان الطبيعية، أغلب لوحات جولي يطغى عليهم اللون الطبيعي الذي هو الأخضر، والذي يمثل ويرمز إلى الطبيعة ويرمز إلى 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 الأمل. يعني هذه الحالة اللي هي مزدهرية لا بد أن تتغير وأن يعقبها آمال في الاعتناء من الأطراف المهتمين بها، وأسلوبي أسلوب يمزج بين السورياليست وبين الامبريسيونيزم، يعني الانطباعية، شيء من الانطباعية، وأتدخل لتغيير بعض الملامح من المناظر والمشاهد الطبيعية، وأستعملها كتمثلني وتمثل أسلوبي. كذلك أستعمل الخطوط المستقيمة التي ترمز إلى الأشجار أولا، ثم إلى الاستقامة، الاستقامة في كل شيء. رسالتي هي كما قلت سابقا أن أطلق صرخة لجلب الانتباه للناس المهتمين بالطبيعة، وأن يعطوها أكثر اهتمام، وأن ينتبهوا إلى الحالة التي مزرية كذلك لبعض الفنانين يتخبطون فيها. شكرا لكم. أول حاجة كنشكر الحضور الكرام اللي شرفوني هذا النهار بحضورهم، اللي كان حضور جميل مكثف. دونك انا فرحانه بزاف بهذا المعرض اللي جا بعد واحد الفتره ديال الخمول، ثقف ماشي غير في المغرب ولكن في العالم كله بسبب هذه الجائحه كورونا. وهذا اول معرض اللي اشتغلت فيه، اللي شاركت فيه بعد هاد الفتره اللي كانت طويله بزاف. وكان لي الشرف انني ساهم في المعرض ديال الفنان الكبير الفنان التشكيلي سي عبد السلام القباج، اللي كنعتبره من الفنانه اللي عندهم واحد مركز عالي، واللي تبارك الله معروف في السوق، وابتدا مؤخرا زعما حتى في سن متاخره، وصافي واحد 20 عام دابا ديال العمل ديالو. بالنسبه للمسيره ديالي، انا كنت ديما تنحب الرسم كرسم، ولكن بحكم الاشغال ديالي في مجالات اخرى انا ما كانش يمكن لي نعمل دي زيكسبوزيسيون، معارض، ولكن حاليا لقيت راحتي في
في هذا العلم، وقررت أنني نتخلى على جميع الأعمال ديالي اللي كنت كنشتغل فيها ونتفرغ للرسم، للفن وللرسم، اللي بالنسبة لي يعني جاء واحد الوقت اللي خصني نرتاح فيه وخصني يعني ندير المسائل اللي تنرتاح فيها نفسيا، لأن بالنسبة لي الله سيتا الفن هو حتى دواء، يعني لا ثيرابي بار لار بور مو سي اون ثيرابي، انه دواء بالنسبه للناس انا كرتاح فيه. وبالنسبه ل يعني الاسلوب الشخصي ديالي، انا كنخدم سيغ طوال لاكريليك سيغ طوال افيك جو ترافاي سي تكنيك ميكست جو ترافاي افيك لو كوتو En général, la plupart de mes œuvres, c'est je travaille au coteau et au pinceau. Bon, طبعاً عندي طرق أخرى، عندي أعمال أخرى اللي كان نعمل بها اللي ماشي حاضرة في هذا المعرض، اللي كندير فيها la récupération، يعني أشياء اللي كتكون مهملات وأنا كنعاود استعمالها في الرسم ديالي وكنرجع منها تحف فنية. وفي هذه المجموعة كيف تشوفوا أن كما تفضل أستاذ الفنان التشكيلي الكبير والصديق الهواري، أن الأعمال ديالي في غالب الأعمال كتخرج منهم واحد البصمة اللي هي كتسمى بالعقدة والزوبعة، دونك نو اي توربيون، العقدة، دونك تخرج تقريبا في الأعمال ديالي كاملة. وتنعمل بألوان اللي في الغالب تتكون ألوان متضادة. ما سورس دانسبيراسيون، دونك أنا بحكم أنني تنبغي الفن، دونك كنت كندير كنشوف بزاف المعارض، يعني ولو أنني ما كنتش كنعرض فين أي بلاد كنمشي ليها، كنمشي نزور المعارض عالميا وفي المغرب. مثلا الا مشيت اي مدينه في المغرب وكان معرض زعما في الفتره اللي كنكون متواجده فيها كنشوفو، شيت خارج المغرب في اي بلد مشيت كنحاول نشوف معارض، يعني انا كنرتاح غير بزياره المعارض بدون. ولكن طبعا انا كنظن ان الاسلوب ديالي جاء مزيج من هاد المعارض وهاد الفنانين اللي كنتابعهم، وهذا اللي خرجت كانت ممكن خلاصه، ممكن ما نقدرش نقول لك، اللي خرج منها واحد الاسلوب خاص ديالي. في الظرف ديال الوباء يعني كانت صراحه بالنسبه للفنانين جميعا للاسف مروا بازمه كبيره، كان عندنا ما كانش امكانيه ديال العرض، ما كانش يعني جميع المعارض كانت فيرمي مقفله، يعني كان واحد الركود. ولكن انا بالنسبه لي كنظن ان هذا فتح لنا مجال، بالنسبة لي هذا رأيي الشخصي، يعني تيبقى رأيي الشخصي، في هذه الفترة فتحت لنا مجال على ماشي على المغرب، على العالمية من خلال الانترنت. يعني أنا بالنسبة لي أنا تنشارك في معارض على الويب، ماشي غير في المغرب، تنشارك فيهم بالنسبة للوحات ديالي مع معارض فرنسا في إسبانيا في هذا، ولكن فيرتوال، يعني معارض ديجيتال فيرتوال. فوالا. السلام عليكم، معكم فنان تشكيلي احمد الهواري، فنان تشكيلي مدينه الدار البيضاء. صراحه انا جد سعيد ان نكون حاضر في هذا المعرض الرائع اللي كيجمع فنانين تشكيليين من المستوى الكبير، بالاخص الفنانه الرائعه فاتن راميج. هي فنانه صراحه انبهرت كثيرا بمستواها الفني، بالاعمال ديالها الفنيه اللي هي عبارة عن عمل تجريدية وفيها نوع من الحركية، وكتدمج من خلال هذه الأعمال من خلال الأسلوب ديالها التجريدي الألوان اللي هي متضادة، وبهذا من خلال الألوان المتضادة كتحاول أنها تعبر على واحد الأسلوب اللي هو كيجمع واحد التقنية
فيها الكغاطاج، فيها الكولاج، فيها شحال من حاجه. اون بليس دو سا كاين واحد لو تيم ديال لو نو، العقده زائد حركه ديال لا توربيون اللي كنشاهدها بجميع اعمال ديالها، اللي كتعبر من خلالها العديد من الاشياء اللي هي كتخصها هي وكتبغي تعبر بها من خلال هذا الاسلوب ديالها الفريد من نوعه. وكنتمنى لها التوفيق والنجاح ان شاء الله، مازال غنشوفوها بقوه في معارض اخرى، وهذا باين على الحضور الكثيف اللي جا في المعرض. والصراحه كاع الناس عجبوهم الاعمال، كاع الناس عجبوهم الاعمال ديالها وانبهروا بالطريقه ديالها والاسلوب ديالها في الاشتغال. وانا صراحه انا كنشوف فيها فنانه كبيره، ومازال ان شاء الله غادي تعطي اكثر واكثر، وكنتمنى لها التوفيق. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. لعديم الشرف ان احظى بدعوة كريمة لاشارك في معرض فني شيق جدا لزديع السلام القباج ولالة فاتين رميج، وهذا شرف كبير، لان الفن يعتبر من القيم العليا للصدقة والتضامن والاخاء و حتى السلام، لان الفن يعتبر وسيله لتقارب الشعوب والشعوب والدول، وذلك يدخل في اطار ما تدعو اليه جميع المنظمات الدوليه ومن بينها اليونسكو التي تدعم تلك المناظرات وتلك المناسبات. ولي الشرف ان اكون حاضرا لتلك لهذا الحفل الشيق، وانا فخور واتمنى دائما ان اكون حاضرا في تلك المناسبات لكي اعبر عن شرفي وعن تقديري لكل الفنانين والفنانات. وهذا شرف كبير، وكل مره كنقول باللغه الفرنسيه فيف لاميتيي اي فيف لا ديبلوماسي بارا، عاشت الدبلوماسيه وعاش السلم بالفن والصدقه والتاخي، وشكرا لكم. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.